harvesting season in Blida has started on the 10th of October. Among the farmers, what we observe on the ground, that you have men and women, but also youngsters and children who are part of some families harvest during this season. So, and for sure, it provides a secure environment. But for the two sides, and it's very important to remember that we want to avoid any misunderstanding on the two sides. من احنا بنطل هون حتى الجيش بيخبرنا بس وقت تقطفوا زيتون خبرونا احنا بنبعث دورية بيكون حدكم موجودة هون واليونيفيل ما بيفارقوا ابدا 24 على 24 حتى لو جيت بالليل شوي لليونيفيل بيلحقك لهم وجود اليونيفيل هون هو للتأكد من سلامة المزارعين ومن عدم حصول أي مشاكل وطبعا بما انه هالأراضي جزء منها جنوب الخط الأزرق في ترتيب معين صار بالتفاهم مع الجميع هيدي بتتم كل سنة بموسم الزيتون بهذا الوقت تقريباً ببلش حصاد الزيتون من شهر 10 لتقريباً لشهر 12